أبدأ. مرحبا بك أخونا بلال. أهلا بك أخوي. أخونا بلال من سوريا. نعم. وشكرا على رسمتك المفضلة والحلوة الحنينة. تسلم يا غالي، هذا من ذوقك. يلا ممكن تحكينا عن رسمتك، شنو المواصفاتها أو ليش رسمت هيك وش حبيت من هذا الشيء؟ بالطبع يا أخي، أنا طبيعتي أحب المناظر الحلوة والجبال والحدائق والبساتين، ما أحب البشر الزيادة. أغلب أوقاتي أقضيها بين الشجر، إذا في مي يعني تعرف أنت إيش، أسقي الخضروات البساتين. وهاي تعرف أنت الطريق، هنا مرات لما أعدي من الطريق هذا، هاي رسم السيارة هنا، هذا علي تعرفه أنت، علي على طول بالسيارة معدي، هذا وعلي هيجي على طول على الحبيب ورك، وأنا هنا على طول أتواجد بالبساتين هنا جوا، لاني مستلم البساتين انا، عارف شلون يعني، هم ازرع فيهن وهم اسقيهن على طول، يعني بي خيار بندوره جزر بي كل شيء، اي حدا يلزمه شيء فورا يعني اروح اقطف له واجيب له خليه يطبخونه، عرفت شلون، التكفل. ايوه الحمد لله، يعني على طول مقضي اوقاتي هنا، يعني احب البحر على طول، بالسفينه ادور بالسفينه قبل البحر. حلو. سفينة أحب تبع. النهر والشلالات، رسمت نهر وشلال هنا، عيد من قلبه سمك، أحب السمك تعرفني. وأحب العصافير لأني خلقت الله، أحب خلقت الله زيادة عن اللزوم، أحب الغيوم. السفينة تبعك لي تمشي فيها البحر؟ السفينة هاي رسمتها لأني أحب السفينة، مو لأني أنا موجود بالسفينة. حلو. ممكن تشرح لنا أكثر يعني البساتين وعلى البيوت اللي راسمهن؟ هاي بيوت اعتبرها أنه حبيبي ورد، والبساتين هي اعتبرها اللي انا موجود بيها، عم بحتني بيها، عارف شلون. واحب الغيوم زياده عن اللزوم، الشمس تعرف انت هوت زياده عن اللزوم، على وجع الراس. وشو اكثر شيء يعني حبيت بالحديقه، و يعني ممكن تشرح لنا اكثر؟ حبيت انه اروح لحالي هيك على طول مبسوط، اسمع حاط السماعات بذني وعم بعتني بالبساتين، هاي فقط لا بس، هاي ولا ازيد. ايه لا ازيد، تعرف انت اخوك يحب البحر. ايه انت كف خص ناس احب البحر زيادة عن اللزوم، والخضار والبساتين هاي رسمتن كله لاني رسمتن، انا ما رسمت شيء عن عبث مباشر نهائيا يعني. انت كفو. وانت كفو. ايه هذا اخوك صغير. الشلالات يعني كل يومين تروح للشلالات تشوف السمك؟ والله هاي بيونينا، مو عرفت هنا بيونينا. مو بيهيك بحيرة. هاي البحيرة، عرفت شلون، شفت مرة قاعد غادي شفت جت سفينة شالت الناس هاي تروح بيهم دورة هيك بيونينا، عرفت ورسمتها والله. والشلالات الشلالات هاي هاي الشلالات موجودة بجبال، عرفت اي جبال احترن شي انت. لا هاي الجبال حواليك مالك شايفن. شايفن بس. حلو حلو. ايه والخيار والبندورة والفلفل وهاي يعني تستفادون منها تطبخون فيها؟ بالضبط بالضبط، هاي انا اعتني فيهن، اي شيء يلزمهم للطبخ انا مباشرة انا احوش واجيب لهم مشان يطبخوه. يعني تعتني فيهن اكثر من روح. انا بالضبط، انا ويا روحي هن، اهم شيء الخيار والبندورة. حلو، انت كفو، جود جاب. وانت كفو، شكرا على المقابلة الحلوة يا اخي، وشكرا على الرسمة تبعك، واستمر على الخيار والطماطم. اكيد اكيد، واي حدا لازمه خيار عندنا كثير. ايه طبعا.